عندنا الله وكنترجاو صاحب الجلاله والله تنتمناو ليه الشفاء العاجل وكنترجاو الاسره الملكيه واللي كنتمنى ولدي هذا الحل اللي عطاوناه ما رضيناش عليه. ما بقينا كنعسوا ما بقينا تناكلوا ما بقينا كنطيبوا ما بقينا تنجمعوا لا روينا لا والو. لا دخلتي دابا المحل تقولوا تقول مهجور قوت هاد الصدمه اللي تعرضنا ليها حيت علاش كنا هاد السنين اللي صبرنا وهاد العذاب وهاد القطره علينا والشمس علينا وانا دخلت صحيحه لهاد الحي خرج منه عندي 5 ديال الامراض بسبب هاد السكن هكايا وهاد الظروف وهاد المشاكل اللي كنطلب. عطاونا سيدي 80 متر لا 80 متر 75 متر ما خاصنيش نكذب الهضره اللي سمعت من القيد عطاونا 80 متر في البقعه حتى 75 متر جوج العائلات. انا مثلا ساكنه لتحت جاري يسكن الفوق. حنا كنتمناو لا المسؤولين ولا صاحب الجلاله يعطيونا غير 60 الواحد غير ما كنهضرش على الصالحه. انا ما كنقولش دابا ما كنمشيش للصالحه. تنتمناو يعطيونا غير 60 الواحد ولكن شي ارض اللي تليق بينا وعلى هاد السنين اللي خدمنا من المرض كبرنا تعذبنا. ملي تيقول لي غتاخذي بقعه وجارك يسكن فوق منك حيت عندي انا ولد ما مجوش مثلا هذاك الولد اللي عزري ما غاديش يبغي يتزوج غيبقى ساكن معايا لتحت غنبقى في المشاكل انا ومراته ربما تصبر لهبالي ولا ما نصبرش انا لهبالها. يعطيونا في المكان اللي غادي يليق بينا ويشاوروا علينا احنا ما فحالناش احنا دوس ضعافه وداروا معانا باللي البنكه غتدخل معانا وغدير معانا اضعف التسهيلات. سمعني حنا كاين اللي عشري لا ما عندوش مثلا غندير انا هاد الكريدي غنقبلو ولقى لي غيساعدني يخلص لي الشهر الاول والثاني. ملي الراجل والراجل تيخدم راه دخل في الستينات ملي غادي يعيا ويجلس البنكه اش غتخسر عليا؟ غترد لي دوك جوج عيالات جوج ريالات اللي خدات وغتقول يا خرجي مع الباب. هاد السنين كلها اللي ضحيت فيها وانا صابره فين في اخر ايامي اللي غنبغي الاستقرار ونبغي وليداتي الاستقرار ولا ما تترحموا عليا. راه ميمتنا ضحات وماتت الله يرحمها راه خلاتنا فين استقروا. راه كاين الشاب هنا اللي ما خدامش راه كاين الشاب هنا اللي توسخوا ليه وراقيه غير بقوه الظروف ولا في بزاف ديال الحوايج بالعصب وبالمشاكل. تيقولوا ولاد الصبره مشاو في جين راه كوشارين مثلا كاع وصلوا الولاد لهذ الحاله. شكون اللي خلاهم يوصلوا لهذ الحاله؟ الظروف وحنا مقموعين وما فحالناش وما عندناش. كنتمناو من صاحب الجلاله يوقف معانا ولا كان غيصيفطنا لواحد البلاصه هاد المسؤولين غيصيفطونا لواحد البلاصه ما لايقاش بينا غير يهزونا ورميونا في البحر. انا بعدا نقول لك هاد القضيه اللي سمعت راه ما تقبلتهاش. كنفكر جيتي لي فيا ونواجه الله سبحانه وتعالى ونحط قبر نحط راسي في القبر ونرتاح. كنتمناو من صاحب الجلاله يرتاحوا. انا راه الرمله 6 متر الرمله تيقولوا الناس اللي خدامين جيراننا تم 6 متر ديال الرمله وملي كتوصل على القاع كتلقى الارض من الديار. علاش ما قبلتهاش الضحه؟ ما غتقبلش الارض تقل ما غتقبلش 5 طبقات قالنا جوج تيعترفوا انها جوج في الطبقه غترتاح. وحنا راه ما عندناش من غيعطيني هو الكريدي ندخل البنكه تبني ليا. هذا عار نعاود نقولها ما قال لا والو. الساكنه ما راضياش على هذاك الشيء اللي عطاوهم على هاد البقع اللي عطاوهم. اول حاجه الارض غير صالحه للبناء. ثاني حاجه هاد اللي خرجوا لهم هادشي نتاع الفلوس ما قادرينش عليه. فهمتي هاد النسبه ولا النسبه الماديه اللي خرجوا لهم باش يخلصوا ما قادرينش عليه. ثالث حاجه عاوتاني الناس ما يمكنش يمشيو يكريو باش يجيو عاوتاني يسكنوا. فهمتيني؟ يعني الناس دراوش وما عندهمش وما في حالهمش.